مساء الخير. لبنان منه بس سياسة وأحداث، لبنان هو كمان مساحة فن وعطاء وإبداع تجلوا بأجمل الصور على مر السنين. ومين غير فيروز والأخوين رحباني قادر يختصر هالمسيرة الفنية بمئوية لبنان الكبير. بهالبرنامج رح يكون لنا وقفات مختلفة مع الأحداث الفنية اللي طبعت القرن على اختلافها، من المسرح للسينما للغنية، ولكن ما فيها وقفاتنا إلا ما تبدأ مع السيدة فيروز اللي منخصص لها الحلقة بمسعى متواضع لإعادة رسم مسيرة بمية غنية صنعوا مجد الأيقونة وكان اختصار لصورة لبنان باللحن والكلمة والغنية. مية غنية فيروزية دخلوا التاريخ وصنعوا الفن الرحباني. بهالحلقة من صاروا مية. من فتاة متواضعة وموهوبة بزق البلاط لصبية حابة إنها تغني بالإذاعة اللبنانية من بعد ما كبرت على أغاني نجوم الفترة الفنية اللي كبرت فيها. نهاد حداد ما كانت عارفة بيوم من الأيام إنه حليم الرومي اللي كان أول من آمن بموهبتها رح يعرفها على عاصي ومنصور لتكون نجمتهم الغنائية المطلقة وتبدأ مسيرتها معهم لإرساء الأغنية اللبنانية الحديثة باللحن القصير بزمن المطولات الغنائية للشعر اللبناني اللي هذب اللفظ والكلمة والشعر، للموسيقى اللي تنقلت بين العواصم العربية والعالمية لتكون جواز سفر للفن اللبناني بالعالم. بالبدايات الفنية فيروز غنت وتغنت بأغنيات فولكلورية وأنغام خاصة دخلت من خلالهم على عدة جوانب من الموسيقى العربية وإلى أثير الإذاعة اللبنانية اللي صارت مرادف للابتكار والفن. بدايات فيروز كانت بعمر صغير بالإذاعة اللبنانية. يقال إنه محمد فليفل هو اللي اكتشفها وأخذها على الإذاعة، وبعد خضوعها على الاختبار باللجنة اللي ضمت حليم الرومي تم قبولها واختارت اسم فيروز من بعد ما خيرت بين شهرزاد وفيروز، وينسب الاختيار لحليم الرومي. واليوم كتير من الأغاني اللي قدمتها فيروز بالبداية ما عادت موجودة لا بالإذاعة ولا بأي مكان آخر. رواية فيروز بأول حديث إذاعي معها بسنة 52 أجرته مذيعة اسمها نعيم الصغير بالشرق الأدنى، بمحطة الشرق الأدنى، لما صارت هي من نجمات الشرق الأدنى بمرحلة كتير مبكرة يعني. ففيروز بتقول أحلى شيء بهالمقابلة، بتهرب من هالجواب، بتقول كتير بيقولوا لهم أنه اكتشفوني لدرجة أنا ما عدت أعرف مين اكتشفني. فيروز بهذه المقابلة سنة 52 تقول أول أغنية فردية غنيتها هي أغنية من وضع حليم الرومي، ما بتقول شو اسم الأغنية. حاليًا بسنة 56 بيقول هالأغنية كانت طوعت قلبي وتركت حبك. فبظن هيدي يمكن فينا نقول كانت أول غنية أطلقت فيها. مش موجودة للأسف، موجودة ما كانوا يقدموا لايف يعني، مش كله مسجل. عام 1951 صدرت أغنية ماروشكا اللي كانت من أهم المحطات بهديك المرحلة، واللي بتفرجي صوت فيروز بمراحل مبكرة وواضح اختلافه عن الصوت اللي منعهده بفترة صقل الصوت والتدريب. من الأغاني اللي كانوا ركن اسمه أغاني المعربة، يعني أغاني نحن تعرف على هذا النمط خصوصا من بمرحلة متأخرة مع ساعة وغنية. في أغاني هن بالحقيقة أغاني قديمة عملت بهذه الفترة، مثل يا شمس بلادي أصول ميو، مثل أريفيديرشي روما، يا دار بتروح هتلا، يعني هول كلهم عملوا بهذه الفترة الأولى. ففي اشياء مثلا الحين لشالي شابلن بشكل كتير مبتكر عملوها بهذه الفترة. الغنية الهيت كانت غنية ماروشكا اسمها.
أنا أبيع الورد الورد ورد أطفي اليد اليد. العمل مع حليم الرومي كان لافت بفترة البدايات، خاصة أنه ما كان عملها محصور مع الأخوين رحباني اللي كانوا يلحنوا بالإذاعة مع كتير ملحنين آخرين. ورح تشارك فيروز مع حليم الرومي بأغنية ديو هي من الأشهر بهديك الفترة. وردي بلون الخد يا شايل الأزهار يا بهجة الأنظار. بعد عدة أغنيات وأعمال بالإذاعة اللبنانية منفردة أو ضمن الكورس اللي كان يضم 4 شباب و4 بنات، النجاح الفعلي الأول لفيروز كان أغنية عتاب مع الأخوين رحباني، وكانت الأغنية اللي سمحت لها توصل لمسامع صبر الشريف رئيس القسم الموسيقي بإذاعة الشرق الأدنى لتبني هالموهبة. مجلة الصياد ايه تشيد وبتقول هالغنية بنجاحها الساحق عم تخلع عم بتنزع عن العرش غنية وديعة اللومة اللومة. يعني هني بنفس الفترة الملفت الثلاث أغاني اللي أطلقوا يعني طبعا صباح كانت عاملي يمكن 20 فيلم، بس انه كغنى مش غنى سينمائي يا هو يدلك ووديع علومة. وعتاب صراحة هي الغنية اللي مثل زهرة شجرة بتخفي بستين، لأنه في أغاني جميلة جدا من نوع عتاب ما انعرفت لأنه ضلت بالإذاعات خصوصا بإذاعة الشام، ولم تعرف لأنه لم تصدر على أسطوانات. قبل الأخوة رحباني ما كان في فعلا فكر بالفن، كان في مثلا ناس تعمل اغاني بتجيب قصيده لحدا منيحه وكذا، هن كانوا انتو يعني كانوا مجموعه شعر او كلمه وموسيقى وصوت وفكر، وايضا مسرح هو توازن مع بعض. اكيد انت لما بتجي بطريقه جديده وبطريقه غريبه على السمع للناس بدها تشفل الناس منك بطريقه كتير كبيره، وترجمت كل الوقت بعده مطارح وبنقد، ثم بعدين صارت السيطرة لهم. لا 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 بتريد تحكينا أو لا بتريد تحكينا أو لا. إذا كانت عتاب النجاح الأكبر بلبنان ما رح تكون واحدة بسلسلة الأغنيات اللي صدرت بين عامي 52 و53. يا بلالة من أكثر الأغنيات اللي حصدت انتشار خارج الحدود أيضا، إلى جانب راجعة وقف يا أسمر مين دلك وغيرهم. شفت الحلوة الميالة العيون عيون الغزالة خبرها إنه منحبها وعلينا لا تقشى حالها. لا 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 بتريد تحكينا أو لا. بلبنان وبسوريا عتاب، بمصر لا يا بلالة، لدرجة دل فيروز اسمها يا بلالة لحد ما تزوجت العنوان زواج يا بلالة، يعني دلت معروفة بهذا الاسم. انطلق رسميا المشوار مع منصور ومع عاصي اللي رح يصير رفيق العمر ورح يرافق كل تفاصيل نجمة على طريق المجد. وتيكتمل معهم المجد قرروا الأخوين رحباني وصبر الشريف تحديث الفولكلور تصار ينسب لهم، وقدموا مجموعة كبيرة من هالأغنيات اللي أضافوا عليها روحهم الخاصة. يا غزيل يا بول هبة يا هاوي يا معذبة كمل جامل ما مشوقة تشبه غزلان الروبة. وبأغنية يا غزيل مقطع أوف يابا ما كان موجود بالسابق وأضيف من قبل عاصي ومنصور حتى صار جزء منه. الأخوين رحباني إجوا مختلفين، أول شيء كل الفولكلور عملوه، يعني كل شيء بيزيد خارج يعني على الماني مثلا، الماني إذا بتاخد قدام وورا اكسبت هالأربع موزير كله أخوين رحباني. البنت الشلبية البنت الشلبية
أيضا من الأغاني الفولكلورية اللي صدرت بعد إطفاء التعديلات عليها، إلا أنها صارت من أشهر الأغنيات اللي انعملت بنسخ متعددة. النسخة الأولى ما كانت تتضمن مقطع بالطل بتروح اللي أضيف للمرة الأولى عام 61. إلى راعية سمراء يا أنشودة الغابة يا حلم المراعي. دخلت فيروز على عالم الموشحات والأندلسيات من أيام الإذاعة، وكانت فرصة حقيقية لإثبات نفسها لشريحة كبيرة ما كانت مقتنعة باللي عم بتقدمه نسبة للأنماط الفنية بهيداك الوقت. وهالأغنية أطلقوها الأخوين رحباني باسم مستعار هو أمين أبو صالح كخدعة لأثبات قدرتهم على صناعة فن أصيل للناس اللي شككوا فيهم. وأشادت الأقلام بأمين أبو صالح أنه أخيراً تحررت حنجرة الأخوين فيروز من الأخوين رحباني وأبدعت، وكان هذه الفكرة دلت عيد أنه يقولوا أنه لؤلؤة تطبق عليها صدفتان، أنه عاصم منصور تصور يعني كلام. سنرجع يوماً إلى حي، سنرجع يوماً. كتيرة هي الروايات والشائعات والسجالات حول هالأغنية، أولاً بشعر اللي نسب لهارون هاشم رشيد، ولكن المراجع بتأكد إنها للأخوين رحباني. سنرجع قدمت سنة 55 بعيد الاستقلال كأغنية للاستقلال، ثم تحولت إلى أغنية لفلسطين ب62، حتى بأول إصدار أسطواني على سنة 57 كأغنية للمغتربين والعودة إلى الوطن. كما أنه هالقصيدة أثارت جدل بعز حملة النائب السوري فخر البارودة على الأخوين، وكان تحفظه على عدم إطالة المد اللحني على عبارة هنالك. أثار هالموضوع بمجلس النواب من دون ما يوصل لنتيجة. فخري البارودي بيتصل مرة بأحمد عسي، أحمد عسي كان مدير الإذاعة بالشام، قال له شو هاي فيروز أخي بتقعد تغني غني، وين الطرب، وين الطرب العربي، وين الأصالة الغنائية، عنا تراث وعنا تاريخ، وقفولنا إياها هاي لفيروز، يعني كل أغاني غربية. خبروا لعاصي منصور، قالوا بسيط، ايه مكتبوا قصيدة سوق القطيعة الى المراعي، قصيدة الى راعية. لما سمع احمد عسي فتأت براسه فكرة، اتصل بفخري البارودي قال له فخري بيك عنا صوت بهمني كتير تسمعه تعطيني رأيك فيه، قال له طيب اجل عنده على الإذاعة، حط له الشريط، قعد يسمع فخر البارودي يسمع، قال له ايه هيك حطوا لنا اغاني، هذه اغاني الطرب الاصيل، فيها شعر اصيل وفيها لحن اصيل. بس خلاص، قال له فخري بيك انت امتى قيامتك على اغاني فيروز والاخوان رحباني؟ هاي القصيده هي لا فيروز لا الاخوان رحباني، شو هالحكي؟ قال له ايه، قال له فاذا بدك توقف الحمله لانه نحن سجلنا لك حديثنا، هلا صار مسجل ما فيك تطلع منه بقى، سجلوا كل الحوار هني وياه. ومن يوم صار فخري البارودي من أكثر المتحمسين للأخوين رحباني. فيا قلب كم شردتنا رياح. سنرجع يا جارة الوادي. يا جارة الوادي طربت وعدني ما
الأغنية اللي ألفها أحمد شوقي لمدينة زحلة كانت أول التعاونات مع عبد الوهاب، علماً أنه فيروز ما كانت أول مين بيقدمها، ولكنها أرست مسيرة مع عبد الوهاب ألمع الأسماء بالزمن الذهبي المصري اللي أعطى فيروز أهمية خاصة. أنا كنت أفكر أنه في مبالغة بأخبار الصياد، بس أول قامة مصرية أشادت بفيروز هو الحقيقة عبد الوهاب، وجئت منذ 53-54 بيحكي عن مين دلك، وبيحكي عن دقة على صدري، وبيحكي عن راجع، ويبدو هو عمل إلى إدخال هذه التسجيلات إلى الإذاعة المصرية بهذه الفترة، بفترة كانت فيروز زائعة الصيت في لبنان وفي سوريا وفي الأردن، بس غير معروفة في مصر. التعاون تأخر، يعني بلش الكلام فيه سنة 60، وبهذه الفترة عمل عبد الوهاب صوت الفن اللي هي شركة أسطوانات، وليلة بيذكروا هالشي، بس انه اول اصدارات اول باكورة صوت الفن كانت مع فيروز. من بعد الإذاعة والأعمال الفنية مع الأخوين كان لابد من الاختبار الفعلي على المسرح، فكانت مهرجانات بعلبك اللي عم بتفتش على مخرج للانتقادات المختلفة اللي طالتها وطالبتها بضم أعمال فولكلورية ولبنانية. يعني كان بعلبك كانت الصحافة دايما تتهمهم انه طنطات بعلبك، انه لجنة سيدات بعلبك، وانه هيدا نخبوي وما في شيء محلي. فهون صار فكرة بلشوا يحكوا فيها انه يدخلوا شيء لبناني برعاية كمال شمعون وزلفة شمعون. كان في تهديد مبطن من الرئيس شمعون انه يا من نيشينكم يا من نيشينكم، يعطيكم نيشان. وهذا اللي صار فعلا، وكان مقسوم العمل فصل اول فصل الثاني، وصار النجاح اللي صار كتير كبير، والتزموا والتصقوا ببعلبك. وبأول ليلة لفيروز على مسرح التاريخ غمر صوت القلعة ودخل التاريخ، هي وعم تخاطب لبنان وتقله لبنان يا أخضر حلو، فكان أول موعد للأيقونة مع سجلات المجد. بس بدنا نشير شيء، انه مش على طول كانوا الاخوين الرحباني وفيروز، يعني ببعلبك صباح بقدر فيروز فيه، ومرة مجدلة يعني تناوبوا، فكانت هيك. بس دل هالرهجة لبعلبك، ودل فكرة انه اول اطلالة كبيرة على المسرح كانت فيروز بلبنان يا اخضر حلو ببعلبك. بعدك على بالي، بعدك على بالي يا قمر الحلوين، يا سهر بتشرين، يا ذهب الغالي. هي واحدة من الأغنيات اللي تقدموا أول مرة بمعرض دمشق الدولي عام 61، للسنة الثالثة على التوالي، وبموعد رح يتجدد سنوياً بدمشق. قدمت فيروز مجموعة من الأغنيات الجديدة، بين بحبك ما بعرف، دخيلك يا أمي، وبعدك على بالي. هون في أغاني سينجل كتير حلوين اللي انعملوا وقدمتهم بمعرض دمشق الدولي، مع أغاني اللي قلنا عنهم، دخيلك يا أمي مثلا تغنت وقتها، خايف وأقول في قلبي تغنت وقتها بمعرض دمشق، ومعهم بعدك على بالي بتسجيل الرائع، يعني بحبك ما بعرف من هذه الفترة. فأغاني جميلة جدا، هذا عصر الستينات مخيف شو حلو، يعني أغاني لما واحد بيقول إنه صار عمره يدوم 60 سنة ما بيصدق.
بمطلع الستينات أيضاً قدمت فيروز أول عمل تلفزيوني على الشاشة هو حكاية الأسوارة، عمل فني مغنى نقل فيروز للشاشة الصغيرة اللي بلشت تدخل كل بيت، وكانت نسبة المشاهدة لها العمل كاملة، يعني كل مين عنده تلفزيون كان عم يحضرها ليلتها. وكرم العلالي كانت أول تعاون فعلي لفيروز مع فيلم وهبة اللي تعرفت عليه بالإذاعة. يا كرم العلالي عنودك لنا ويا حلو يا غالي شو بحبك أنا، يا كرم العلالي عنودك لنا يا حلو يا غالي شو بحبك أنا. بكتب اسمك يا حبيبي، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. من الأغاني اللي صدرت عام 64 ضمن أسطوانة حملت اسم فيروزيات، وكانت بتضم مجموعة من الأعمال المنفردة اللي لقيت رواج كبير، ورسخت دور الأخوين رحباني باللحن والشعر والسهل الممتنع. وهن الحقيقة مصورين بسهرة تلفزيونية ضايعة، عندنا 3 سهرات تلفزيونية ضايعين بسبب أنه على بوبينات اختلفت بعد 66، فضاعت عندنا سهرة ميلاد أولى اللي هي فيها نفس كونسبت أغاني القدس في البال، يعني أغاني ميلادية وأغاني للقدس، ومثلا عم يلعبوا الأولاد عم يلعبوا موجودة بهذه السهرة التلفزيونية. مشوار من قال حكيت وحكاني عدرت مدرستي. الأغنية اللي رغم رقتها خلقت جدل واسع بهداك الوقت بسبب ما اعتبر جرأة كبيرة بكلام العاطفة اللي لامس الإطار الحسي، وحتى يعني بدك تضحك، يعني الإذاعة منعت أول ما أطلقت مشوار منعتها الإذاعة، اعتبرت إباحية لأنه قالوا غمرني مرتين، وبعدين قالوا شرح لي ورد على تختي، وقالوا شرح لي ورد على تختي وشباك نبي على وشو عرفوا مشوار. ومن أنخل فرح الهوجاء شفاء تتلو الصلاة، ومن أنفي صمت الكون المقفل من يصغلي. بالوقت نفسه كانت فيروز بدأت مع الأخوين رسم مسيرة ضمت عشرات الأعمال الدينية المسيحية والإسلامية، وأول سهرة ميلادية أقيمت عام 62 مفقودة. أومن رح تكون من بيكورة الأعمال ذات الطابع الديني، وهي أغنية أجنبية بالأساس لألفيس بريسلي بعنوان I Believe، ورح تتبعها عشرات الأعمال التانية وسهرات وألبومات دينية خاصة أضافوا من خلال الأخوين أعمالهم ولمستهم على الطقوس الدينية. اللي أنا بحزني ما طالع اليوم هو عمل أول عمل للجمعة العظيمة اللي هو عمل رائع الحقيقة اسمه طريق الخلاص اسمه، وعاصب بيشارك فيه واللي هو توليفة من نصوص إنجيلية، وفي أول تسجيل لأنا الأم الحزينة، وفي أول تسجيل يا شعبي وصحبي. أنا مع إعادة اكتشاف، يعني عادة بقوله دايما أنه تكريم عاصي وتكميم منصور كل ذكرى وفاتهم، يا عمي
طلعوا نتاجهم ما عاد في لزوم تحكوا عنهم، خلص صار كله كلام مكرر، فهمنا والكل في اقرار بهالشيء، طلعوا هذا النتاج المنسي اللي هو بحجمه يفوق ما طلع الى اليوم، يعني الغير unreleased مثل ما بيقولوا هو بحجم الريليست، يعني ما لم يصدر هو بحجم ما صدر. كل الأغاني اللي ترجمت غنيتها فيروز بطريقة كتير كبيرة بكل الستاندرز الموجودين بالعالم تقريبا تغنوا، وهذا ساعد بيسكن لك صوتك ليلة من بعدك عن طريقة تانية مختلفة كنت تغنيها، كان جو مصري مسيطر، فجأة انت صرت عم تغني أشياء الصوت وحده بيصير ينمي حاله، بيصير يلاقي انه بهالطريقة لازم أعمل هيك، بيصير يفهم حاله أكتر. هون ببلش إذا بدك هالعدوى الأساسية. أضف إليها كمان أنه تفكيرهم بالهارموني بالأصوات كلها كانت مختلفة، ما كانت موجودة بالعالم العربي، هذا أضافوه لإلهم. إني اضطرنوا عيناي للسماء تصفو الأضواء أعطني الناي. أعطني الناي وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يبنى الوجود. هالأغنية تقدمت لأول مرة بمهرجانات الأرز عام 64 مع العرض الأول لمسرحية بياع الخواتم، كلامها لجبران خليل جبران اللي رح تقدم له فيروز بوقت لاحق أغنيتين هني مشهدية المحبة من كتاب النبي وقصيدة سكن الليل، وهالثلاث أعمال اللي من كتابات جبران رح تتقدم ثلاثتها بمهرجانات الأرز لأول مرة. شتي يا دنيا، شتي يا دنيا تيزيد موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا. مع بدء المهرجانات ومواسم الحفلات والفن تعكس شتي يا دنيا المدى اللي أعطوه الأخوان رحباني وفيروز للوطن والطبيعة. بكتير من أغنياتهم القديمة اتغنوا بلبنان وبالحياة القروية البسيطة اللي بتتكل على الزراعة والأرض والبيادر والأمح والسهول والكروم. هالأغنية هي اختصار لكل خلاصة التعلق بالأرض. جمعت لك حرج زهور ياسمين منتور وفل زهر بيت قلبي بيت يا خوفي لقيت بعيد وشتي يا دنيا تيزيد زدنا ويحلى يا الليل بيطفو مي وزرع جديد بحالتنا يا عم. نحن والقمر جيران، نحن والقمر جيران بيته خلف تلالنا بيطلع من قبالنا يسمع الألحان. من الأغنيات اللي تعتبر قاموس لفيروز، حتى اللي معرفتهم خجولة جداً بأعمال فيروز مش ممكن ما يعرفوا نحن والقمر جيران اللي بقيت ترفقها بمعظم حفلاتها أيضاً. نحن والقمر جيران عارف تارك برميدنا أجمل الألوان ديروا المي خلي يشرب ديروا المي خلي يشرب ديروا المي خلي يشرب خلا تشرب كل الدنيا ويعلى الزرع ويحلى الفي. عام 62 قدموا الأخوين أول مسرحية طويلة من فصلين كانت جسر القمر. هالمسرحية بتشهد خلاف بين أهل الضيعة وأهل القاطع عسائل المي قبل ما تنتهي بمشهدية ديروا المي التصالحية اللي حملت كتير من الأبعاد السياسية، فبعض النقاد والمؤرخين بيعتبروا أنها تجسيد للواقع السياسي من بعد ثورة 58 والجو التوافقي مع بدء ولاية فؤاد شهاب لتكون هالأغنية بنظر البعض انعكاس للحياة السياسية.
إنه فيروز والأخوين رحبانة عملوا وطن كلنا منحلم فيه ورسموا لبنان اللي ما تحقق. هالأمر كتبوا عنه كتار وحللوه انطلاقاً من الحلم الوطني اللي تجسد بألحان وأغنيات جعلت فيروز مرادف للبنان بحبها لألو. الأغنيات الوطنية والنغمات المخصصة للبنان رافقت تبدل التاريخ من زمن العز لزمن القهر والحرب، وترجمت أغاني فيروز على المعطيات على الأرض رسمت تاريخ لبنان بوضوح من خلال الغنية. لبنان الأخضر. هالأغنية رح تصير مرادف للبنان الحلم اللي رسموه الأخوين رحباني وفيروز. بيها الصح وترش غناني وتقول وتسكر، حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر. لبنان الأخضر، لبنان، لبنان الأخضر، لبنان، حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر. رمزية هالأغنية إنه هي رمز لمرحلة جميلة ظهروا الأخوين بأعمالهم كلاماً ولحناً وأيضاً تصويرياً عند اختيار مناطق طبيعية بفيلم سفر برلك اختلفت كتير من وقتها لليوم مع الأسف. خدني زرعني بأرض لبنان. خدني زرعني بأرض لبنان، بالبيت يلي ناصر التلي، افتح الباب. هالأغنية من لبعلبكية عام 61 بمهرجانات بعلبك، هي رسالة تجذر بالأرض بالزمن الأول للأغنية اللي رح يكون من واحد ضايعة وأخبارها وتقاليدها. وارجع تحت أحلى سنة وصلي. بتتلج الدني، بتتلج الدني، بتشمس الدني، ويا لبنان بحبك تا تخلص الدني. هالأغنية يلي بيسبقها موال لا تخافي سالم غفيان من أشهر الأغنيات الوطنية لفيروز من مشهد مسرحي معروف باسم عودة العسكر عام 1962. يسمى هذا الحفل عودة العسكر؟ لا، اسمه يوم الوفاء. هيدا شوف إعلاناته والتيكت وكله اسمه يوم الوفاء. هيدي عملوها الحفلة رايعة تيكون لشهداء الجيش اللبناني اللي سقطوا بالانقلاب 62، انقلاب 62 القومي السوري. وعندهم كان أصدقاء كثير من الحزب القومي السوري كأصدقاء يعني منهم، بس هيدا لا يمنع انه كان عندهم حب لعسكر تبعهم للجيش تبعهم. وقت صار في نوع من التهديد كمان انه ممكن ينصفوا الكابيتول المسرح اللي عم يصير فيه الحفلة، وضربوا تعملوها وعملوها بثلاث ايام. يعني وصلوا الليل بالنهار، يعني يناموا ويقوموا، يناموا ويقوموا مع بعض لحتى يخلصوا كل شغلهم. حبك يا عيني لانك غني، تلجك المحبة وشمسك الحرية. بي راح مع العسكر، بي راح مع العسكر، حمل سلاح راح وبكر، بي علا بي عمر حارب وانت ترب عنجر. من مسرحية أيام فخر الدين بتأديها فيروز لبي اللي بينضم إلى جانب الأمير، وبتعيدها بنهاية المسرحية مع أغنية راجع بصوات البلابل، أغنية تحمل كل معاني الفخر بالانتماء للجيش. وطني، وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر النبي والزهرة. هالأغنية اللي بتتضمنها مسرحية جبال الصوان لما ترجع غربة على وطنها لتحرره من الظلم من بعد ما ينقتل بي على البوابة، كانت سابقة للمسرحية بإطار وطني لأي بلد. وطني كمان ملتبسة، وطني انعملت سنة 67 حقيقة أول مرة، وأهدوها لكل الإذاعات وبشكل كأنه ممكن تكون لفلسطين وممكن تكون للبنان.
يعني وعشو فيك من 100 سنة من 1000 سنة من أول دني يعني فيها هالشي وقدمت لكل الإذاعات العربية صراحة يعني قاموا بأهدئة ثم أعادوا تسجيلها للتلفزيون ثم أعادوا تسجيلها لإدخالها بجبال الصور. أنت القوي أنت الغني وأنت الدنيا علموني علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا علموني حبك ولموني. كتار بيعتقدوا انه هالاغنية من فيلم سفر برلك هي اغنية عاطفية بما انه ما بتذكر الوطن او لبنان باي مكان، ولكنها فعلياً أغنية وطنية تبعاً للسياق الدرامي لقصة الفيلم اللي أثار حفيظ التركية عن صدوره، مع العلم أنه ما بيذكر تركيا ولا مرة إنما العثمانيين وهالناس اللي حولها وهو أهلها أو كمان هالأبطال اللي شفتهم اللي حولها اللي هن الأبضيات أو كل شيء أو كمان يلي ترعرعت على أهلها وكمان هن شو بالنسبة له علموني على حبك ولموني على وطنه وبتحكي كل وقت عم تتغزل بأرضها وبوطنها وبانتمائها لأرضها. يا طير يا طير يا طير على طرف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بني. يا طير يا طير أغنية بتعكس ألم الفراق بسبب الغربة والهجرة من فيلم سفر برلك بالسياق الدرامي عم بتأديها فيروز لحبيبة اللي بالصخرة، وبالسياق الوطني هي لكل شخص مشتاق للي غادر الأرض بحثا عن مستقبل أفضل. وجعوت عن عبال وليالي الولداني يا طير نسم علينا الهوى نسم علينا اللي بيحملها كل مهاجر بعيد عن لبنان بقلبه وبيغنيها هو وعم يتأمل يرجع على بلاده. نسم علينا الهوى من فيلم بنت الحارس لما تزور فيروز بيا اللي انطرد من شغله بالحراسة ليشتغل على المينا. وينن بمسرحية ناطورة المفاتيح بتقدم فيروز هالأغنية مع رحيل أهالي بلدها وترك مفاتيح بيوتهم معها بسبب الظلم والضرائب، وهالأغنية صارت تتكرر مع كل موجة هجرة بعيشها لبنان. يا حرية من ناطورة المفاتيح أيضاً عند إطلاق المساجين ليرجع البلد يتعبى قبل ما هن بدورهم يفلوا. بالمسرحية الأساسية ما بتغني فيروز أي مقطع بالأغنية وما بتأديها إلا بألبوم إلى عاصي بعد سنوات طويلة إلى جانب زياد الرحباني. قصيدة لبنان من أين يا ذا الذي استثمته أغصانه من أين أنت فداك الثرو والبانو. من أشهر قصائد سعيد عقل عن لبنان بصوت فيروز اللي رح تتكرر بعدة مناسبات من بعد ما تقدمت رسمياً بمهرجانات الأرز عام 1969،
لبنان هون مثلا ما بتصدق انت انه لبنان انا ضعت يعني لحد ما سمعت البكرة انه معقولة هاي معمولة ب 68 لعيد الاستقلال للإذاعة صح نفس التسجيل ورجعوا كيف ما انتبهوا لها الناس ما بعرف ورجعت افتتحت الأرز 69 لم تشتهر ولم هيدا امتى اشتهرت لما صورت ومن وقتها انشهرت وطبعا بسنين الحرب يعني كانت تزاع ما شاء الله بشكل شبه يومي احكيلي 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 عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق على الشجر تقدمت هالأغنية لأول مرة لمناسبة عيد الاستقلال عام 74 مع العلم أنه عيد الاستقلال كان مناسبة ثابتة لتقديم الأغنيات الوطنية من قبل مجموعة كبيرة من الفنانين وخاصة الأخوين رحباني وفيروز ليالي الشمال الحزينة هالأغنية تقدمت بمسرحية المحطة وما لها أي خلفيات سياسية ولكن بما أنه رئيس الجمهورية عام 73 كان سليمان فرنجية من صغرتا رح يتم اعتبار هالأغنية رسالة سياسية موجهة الأمر اللي أثار موجة اعتراض لاعتبار أنه ليالي الشمال حزينة بوقت أنه اللي كان مقصود هو الترين اللي ناطرينه بالمسرحية واللي جاي من الشمال ما فيها أي بعد دايماً الترين من الشمال ما هو هيك القصة كلها والليالي الشمال الحزينة بتحكي أنه عن مثل أي أنه هي إجمالاً اللي فيها برد ليالي اللي فيها برد كتير ليالي الشمال فيها برد أنا بشوفها عادية ما فيها شيء بس نظراً للظروف أنه ثابت كان أنه الرئيس من الشمال حاسبين أنه هيك ومنعوها فترة يعني في ضحك هالسيارة مش عم تمشي الله معك عك حلون هالسيارة مش عم تمشي بدنا حدا يدفش هذا الشي يحكوا عن ورش التصليح وما عرفنا ويني الورشي هي أيضا من الأغنيات اللي ما بتعكس مباشرة الوضع الوطني إنما بخلفياتها السيارة هي رمز للبنان خاصة أنه مسرحية ميس الريم اللي تضمنت هالأغنية تقدمت عام 75 نفس اللي صار بعده نفس يعني بداية التاسع أسبوع علقة الحرب تغير إنه ميس الريم علقة الحرب ب 13 هي السيارة هي مجسم للبلد يعني إذا بدك طبعا هي نفس الشيء إنه مش ماشي الحال بحبك يا لبنان بحبك يا لبنان يا وطني الأغنية اللي أصبحت أسطورة لما حملتها فيروز بصوتها مع بداية الحرب وبرمت فيها العالم مشهد فيروز بالأولمبيا عم بتقدم الأغنية ويقطعها الجمهور أصبحت لحظة تاريخية ما بتتكرر لأغنية صارت نشيد يعني بشهادة الصحافة وقتها يعني المعاصرة هتلاقي أنه أذيعت مرة أكثر من 200 مرة بنفس النهار بوقت ما كان في عنا 100 إذاعة يعني بعد في عنا 4 أو 5 إذاعات بس هذه الإذاعات فتحولت لظاهرة أكيد حبك يا لبنان رجعت العصفورة عشش بالأرميد والسوسن رجعت تزهر من جديد اجت الشتوية تجمعوا العشاء رجعت المدارس أطفال وتلجعيد وطلع السماء ومد جناحه بس اللي راحوا هالأغنية
هي صحوة الوطن من بعد الدمار اللي تسببت فيه الحرب. في كم نوع من اعتراف انه صار شيء، فهمت كيف؟ وبين هو لكن رح نرجع، رح نرجع، رح نرجع من حرايق، رح نرجع من شوارع حتى من المدافع، رح نرجع رح نرجع. ولبنان الحقيقي جاي، لبنان البساطة جاي. وتغنت كمقدمة لمسرحية بترا اللي جسدت معاناة لبنان بعمل مهدى للأردن بالأساس. تقدمت بمناسبة اليوبيل الفضي للملك حسين، كان هذا الانتاج، وبتفتتحها بقصيدة لعمان كتبها سعيد عقل يعني، وبعدها قدمت بدمشق حقيقة، وبتفتتحها بأحب دمشق هالأرقة على فكرة والأغنية، وبعدها انتقلت لبيروت ثم الكازينو. بيقولوا صغير بلدي. هي ختام مسرحية بترا لما تضحي الملكة بحياة بنتها كرمال بلدها. بيقولوا صغير بلدي اللي بتختتم فيها المسرحية هي انعكاس لواقع لبنان الصغير بمساحته، ولكن بالحق كبير وما بيعتدي. سكروا الشوارع، سكروا الشوارع، عتموا الشارات، زرعوا المدافع، هجروا الساحات. وينك يا حبيبي، بعدك يا حبيبي، صرنا الحب الصارخ، صرنا المسافات. عمل آخر تم تقديمه وبيتمحور حول الحرب، هالأغنية اللي حملتها فيروز أيضا بحفلتها بالاغتراب، بتحمل متل رجعت العصفورة رسالة أمل بنهايتها. لبيروت، لبيروت من قلبي سلام لبيروت. هاللحن لخواكيم رودريغو الإسباني بمقطوعة أرانخواز، وسبق وتم تحضيره بكلام مختلف قبل ما يكتب جوزيف حرب هالكلام لبيروت اللي رح يكون من الأشهر، مع العلم أنه لفيروز عدة أغنيات لبيروت، منا يمين الحبايب وقصيدة بيروت هل ذرفت عيونك دمعة للأخطل الصغير اللي تمت مبايعته من قبل جميع الشعراء العرب وتلقيبه بأمير الشعراء العرب عام 61. إسوارة العروس، إسوارة العروس مشغولة بالذهب، إسوارة العروس مشغولة بالذهب، وإن مشغول بقلوب بإضراب الجنوب. ثنائية جوزيف حرب وفيليمون وهبي رح تجسد أجمل عمل للجنوب بالثمانينات بفترة الاجتياح والحروب المتكررة. وكان لافت أنه العمل منه ثوري أو غاضب، إنما بغاية الحنية والحب إكراماً لتراب الجنوب. رح نبقى سوا، جوزيف حرب عم يروي لبنان الجديد والأزلي مع زياد الرحباني بهالأغنية، وكتار بيعتبروا أنه لو كان هناك نية لتغيير النشيد الوطني واختيار نشيد جديد من أغاني فيروز، بتكون هالأغنية هي الخيار الأنسب.
انفصلت فيروز بفنة عن البعد العربي اللي كان عم يقدر فنة ويفتح لها المسارح والمهرجانات كسفيرة للفن اللبناني. حملت صوتها للقدس وقت النكبة والصراعات المستمرة اللي هددت الهوية العربية بالصلاة والمقاومة، ونقلت بصوتها عدة قضايا من منطلق لبناني منفتح على كل مكان. فيروز بالبعد العربي أيضا قضية وغنية. قضية فلسطين قضية جميع الشعوب العربية، ومن عام 1953 حملت فيروز هالقضية بصوتها لتستمر معها على مدى سنوات طويلة وتقدم أعمال تاريخية للقدس ولأرض فلسطين. راجعون يا بلادي، زمانا طويلا ذلك غاصبون. هي من بيكورة الأعمال اللي تم تقديمها لفلسطين، وكانت افتتاحية لمجموعة من الأعمال اللي خلت الرحابنة وفيروز يصيروا مرادف لدعم القضية فنياً وثقافياً، وممكن القول أنه هن أكثر من عطى القضية الفلسطينية. طبعاً فينا إذا ما نذكر 100 عمل أكيد في راجعون، لأنه وقت صدايا خصوصاً بالإصدار الثاني كان أول إصدار للشركة اللبنانية للتسجيلات الفنية. قرروا يفتتحوا التسجيل بهذا التسجيل، قرروا يعملوا هالمغنات راجعون اللي هي فيها عنف وفيها نوع إذا بدك من العودة وجسر العودة وكل الأمور، وحتى صار في شيء اسمه جسر العودة هون. حتى أكثر من هيك إنه هن كانوا بحد ذاتهم يعتبروا أباء العمل الفدائي الأول، لأنه فعلا كانوا محردين بطريقة فكرية أنه ما بنقدر نحن، ما بيخلص فلسطين إلا ابن فلسطين. زهرة المدائن. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. هي من أشهر الأغنيات اللي تقدمت للقدس والقضية الفلسطينية وانعملت بعد هزيمة 67. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، وهي اللي أدت أيضا لتوتر العلاقة إلى حد ما بين الأخوين رحباني ومحمد عبد الوهاب. فالموسيقار المصري كان ملحن قصيدة سكن الليل لتقديمها بمهرجانات الأرز، ولكن تم تحضير زهرة المدائن بزيت الحفل وسرقت الوهج من قصيدة عبد الوهاب. وراجت زهرة المدائن، يمكن لأنها عن فلسطين، يمكن يسحبوها أكثر، راجت أكثر من سكن الليل. هذا اللي خلى السبب أنه يزعل، بس ما صار في زعل مع بعضهم، يعني بجوز حس أنه عملوا له يمكن لعبة فيها، بس ما صار زعل أبدا. سيف فليشهر. من قصائد سعيد عقل اللي أصبحت شعار العودة، اللي كانت بعدها بالستينات من المطالب الممكنة قبل تبدل المعطيات السياسية بالمنطقة. أنا لا أنساك فلسطين، ويشد يشد بي البعد، أنا في أفيائك نفرين، أنا زهر شوك، أنا الورد. الفلسطينية زتيت لهم أنا شعار بعدهم بغنوا للياهم، حطيت عتم فيروز وبموسيقى الرحباني، بقول أنا ما قلت لهم بس اليوم اليوم، قلت لهم وليس غدا، يعني بده يجي نهار غد ما يعدش فيكم تقدروا تاخدوا فلسطين. يوم زتيت لهم هالشعار
كانت بعد مصر الدولة اللي بتعمل حروب، كانت بعدها عم بتقاتل. اليوم مصر صار عندها سفير واعترفت، مش بس الأردن اعترفت، مصر الدولة الكبرى اعترفت. أنا متنبه بالسياسة، حطيت اليوم وليس غدا، اجت هالغد هلأ نيجي بيجتمعوا 22 دولة عربية لروح يتشكوا على دولة من 5 مليون وإني 260 مليون. الآن وليس غدا، الآن وليس غدا، أجراس العودة فلتقرى، الآن وليس غدا، أجراس العودة فلتقرى، أجراس العودة فلتقرى. شادي من زمان أنا وصغيري كان في صبي يجي من الأحراش يلعب أنا وياه، كان اسمه شادي. هي أغنية تم ضمها لمسرحية عيش عيش، ولكن إحدى الروايات بتربط الأغنية بالقدس برمزية بتوحي أنه شادي هو فلسطين بعد هزيمة 67، والمقصود بعشرين مرة إجا وراح التلج هو أنه تقدمت الأغنية بالذكرى 20 للنكبة عام 68. اختصروا فيها كل مأساة فلسطين بثلاث دقائق. من يومتها ما عدت شفته ضاع شادي. سائليني القدس ما كانت وحدة القضية. لسوريا مكان كبير بمسيرة الأخوين وفيروز اللي كانت سنوياً وبشكل شبه دائم بمعرض دمشق الدولي اللي شهد أهم أعمالها. سائليني أولى القصائد اللي تقدمت للشام عام 60، مثل حملت بيروت ويا شام عاد الصيف وغيرهم، وكان تقليد عند فيروز والأخوين تقديم أغنية لكل بلد عربي بيزوروا. يعني غابت بس مرة بسبب حبل أو بنظطولة سنة 65، عشان هيك بخذني بعينيك بتقول قد غبت عنكم وبالي بالغياب يدن، هي لأنه غابت سنة. حب الدمشقيين لا فيروز لا يضيعه صراحة. أنا حاضر مرة بأيام بحبك يا لبنان يعني، وبتحس بهالشي. هن نفسهم مثل ما بقول منصور يعني هوني تنتفي المساحة اللي بيفصل بين المسرح والجمهور، كنا نحس الجمهور معنا عم بيتنفس معنا على الخشب. وفيروز بتقول بسمح نفسي أقول نفس الشيء، يعني تقول في سلوس أنا عمل لبنان وسوريا وفلسطين، فهولي غنيتهم كل حياتي، بس سوريا كان من الأول هالعلاقة من 51. أنا كنت الطفل المدلل للإذاعة السورية، و2010 قالت لي بعد الطفل المدلل للإذاعة السورية. غنيت مكة أهلها صيدا، والعيد يملأ أضلوعي عيدا. لهالعمل الفني كتير من الرمزية، فهو نتاج أربع فنانين مسيحيين هن سعيد عقل وعاصي ومنصور وفيروز لأهم نقطة بالعالم الإسلامي. غنيت مكة احتلت الواجهة عند إطلاق، وكان في قصة كمان أنه أصدرت بتوقيع الكلام مش سعيد عقل، بعدين ظهر الكاتب الحقيقي اللي هو سعيد عقل. يا قارئ القرآن صلي له. دايما
دائما عندهم حب لشركائهم بالوطن وبكل هالناس، انه دائما يغنوا لهم ويكونوا منفتحين لكل الناس. وشو احلى من انك ترني للأسمى بالحضارة الإسلامية بهالطريقة. ولهالسبب كان عندهم، ما كان عندهم تفكير إذا هو شو هو مسيحي، بس بحياتهم سألوا هالشيء. واللافت بهالقصيدة هو خطأ لغوي من الأخطاء القليلة اللي ارتكبها سعيد عقل ببيت من راكع ويداه آنستا أن ليس يبقى الباب موصودا. فالفعل أوصد، واسم المفعول منه موصد مش موصودة. وعن تنبه سعيد عقل لها النقطة صلحها بالطبعات اللاحقة واستبدلها بمرصودة. البعد العربي بيتجلى أيضا بالغناء بلهجات عربية وأبرزها المصري اللي قدمته فيروز ببداياتها عبر أغنيات من الماضي، واستعادة لأعمال سيد درويش فنان الشعب ومنن الحلوة دي. دي بتقول كوكو كوكو وديك بيبدا كوكو كوكو في الفجرية. زوروني زوروني كل سنة مرة، حرام تزوروني بالمرة. زوروني هي أيضا من الأغنيات الدرويشية المقدمة بصوت فيروز، لدرجة أصبحت وكأن هي صاحبة الأغنية الأساسية لكتير من الناس، وصارت تعتمدها بختام بعض حفلاتها. أرجعي يا ألف ليلة. من أوائل الموشحات اللي تقدمت مع بداية الستينات بصوت فيروز، باعتبار أنه هالنوع من الغناء هو دليل صلابة بالصوت وتمكن بالأداء، إلى أن أصبحت الموشحات معروفة بصوت فيروز أكثر من أي نسخ تاني. يا نايد الصف متى غدو أقيام الساعة موعده، رقد الثمار وأرقهم أسف للبين يردد. بروح يا تلك الأرض، وحيا تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربى. هي مجموعة قصائد بتفرج البعد الثقافي بأعمال فيروز. هاللوحة الغنائية اللي قدمتها فيروز مع وديع الصافي ببعلبك بتضم أبيات من قصائد مختلفة لست شعراء من عصور مختلفة، من الأموي للعباسي للأندلسي، وآخر بيتين من شعر الأخوين. كان قاعد مرة عاصي ومنصور عم بيفكروا، بيقول له عاصي يا منصور جاي عبالي أعمل بها القصيدة حب، بدي أعمل لوحة موشحات. صار يقول له حامل الهوى تعب يستخفه الطرب. لمين هاي؟ قال له أبو نواس. منيحة قطع جنب غيره. يقول له هيك إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. لمين هاي؟ لعمر أبو ابن أبي ربيع. حطه على جنب. هيدي كمان إلى آخره، وحدي ورا وحدي. شوي منصور كان كاتب قصيدة لإحدى السيدات الفاضلات، شيل منها آخر بيتين وأراهن لعاصي. قال له عاصي هاي لمين؟ قال له تعرف يا عاصي؟ اكتشفت لك شاعر جاهلي اسمه الراعي النميري، حودي لإله. إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوبي، أتوب إلى ربي أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب. لحنوا هاللوحة المشرحات الحلوة، طلعوا فيها عبعلبك بقصيدة حب. بآخر الأمسية وقتها كان في حاضر المهرجان رئيس الحكومة في ذلك الحين تقي الدين الصلح، وتقي الدين الصلح صحافي وكاتب مثقف كبير. لما خلصت الحفلة طلع لعندهم تقي الدين الصلح على الخيمة تبع عاصي منصور، مبروك مبروك بهنيكم كتير، حبينا هالليلة الحلوة وحبيت ليك وحبيت هاللوحة المشرحات حلوة كتير، بس بيني وبينكم
هالبيتين تبعك من حبيتهم أكثر من كوديك الشعرة. اكتشف عاصي ساعتها إنه منصور عمل معه اللعبة وما خبره. باريس. باريس يا زهرة الحرية يا ذهب التاريخ يا باريس، لبنان بعت لك بقلبي سلام ومحبة، بقول لك لبنان رح نرجع ونتلاقى عالشعر وعالصداقة عالحق وكرامة الإنسان. بعد ما أصبح لفيروز بعد عالمي وليس عربي فقط، قدمت لباريس أغنية أدتها بالأولمبيا كتحية لهالبلد اللي قدرها وحبها وحمل صوتها بعز الحرب. ومن مفارقة إنه فرنسا راعية لبنان الكبير تحج لعند فيروز بذكرى المئوية لتكرمها بقلب بيتها. مسيرة فيروز المؤلفة من آلاف الأعمال الفنية والمسرحية والموسيقية، ورغم التقل الوازن للبعد الوطني فيها، كانت أيضاً غنية حب وزعل وفراق وتعلق. بعد الإعلان، فيروز ببعد العاطفة والثقافة. رغم التعاون الدائم مع الأخوين رحبان اللي صنعوا له أهم الأغاني، كان لفيروز كتير من التعاونات مع أعلام بالشعر والموسيقى بلبنان والعالم العربي، مش بس بهدف التنويع، وإنما أيضاً لتكون جسر عبور بين مدارس موسيقية مختلفة. ما بيختلف اثنين على إن كلها اكتسبت قيمة مضافة بصوت فيروز. وبالأغاني الخالدة اللي حملتها فيروز بصوتها، أسامي ارتفعت لمثابة الرموز، وأغنيات بدلت بطريقة الوصف للحب والمشاعر الصافية. سهار. سهار بعد سهار تا يحرز المشوار. التعاون مع محمد عبد الوهاب بدأ بالستينات، ولكن أبرز الأعمال رح تبقى سهار بعد سهار اللي لحن عبد الوهاب، لتكون الأغنية الوحيدة باللهجة اللبنانية من تلحينه بأرشيف فيروز. وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار، بس سهار بس سهار سهار. عبد الوهاب كان لبناني الهوى منذ العشرينات، منذ الخمس وعشرينات، يعني ما ننسى مش بس يا جارة الوادي، كان عطول كل سنة في أربعة أشهر بلبنان، يعني عاشق للبنان. كانت الصحافة دار الصياد الطالب بإعطائه جنسية لبنانية. لتالت الأخوين الياس الرحباني مسيرة طويلة أيضا مع فيروز، رغم أنها تأخرت لتنطلق باعتبار أنه مسيرته الموسيقية كانت مستقلة. ليل وأوضة من سي هي أول الأعمال اللي قدمها الياس لفيروز. ليل وأوضة من سي وسلم داير من دار، عليت فينا العلي ودارت بالسهرة الدار. يعني بيشعروا كانوا أخواته الكبار اللي هن بمسافة هالعمالقة اللي هن بياته، كأنه بيان قالوا. بفتكر بيشعروا انه بدهم شويه ثقه بعد في حتى يسلموه صوت ومسؤوليه هالقد كبيره. بس من بعد ما تسلم هالمسؤوليه الضوء الاخضر، يعني كان اول عمل له ليل اوضه من سيه، اللي هو بعده لليوم عايش من اغاني الكبيره فيروز، وتاني وحده لا تجي اليوم ولا تجي بكره. وبعدين اذا بتجي بعدين لما كرت المسبحه، يعني اذا بقول لك هيك يعني بس بسمي لك مثلا كان الزمان وكان، كان عندنا طحون يعني سهر ليالي بسموها، دخلك يا طير الوروار، يا سنين اللي رح ترجعي لي، والى ما ذلك. ما في لحن عطاه او كلام ولحن عطاهم لفيروز الا ما بقيوا. دخلك يا طير الوروار رح لك من صوب المشوار، وسلمني على الحبايب خبرني بحال شو صار.
والياس كان لأنه بتعرف بالنسبة له أنا بحس حالي بحط حالي محله إنه لما عم بيعطوه هالبريفيليج إنه يعطي لفيروز بحط أحسن شيء عنده يعني بده يعمل إفور دول وتريبل وهذا الإفور بيّن مع العمر ومرور التاريخ إنه عطى بصم عند الناس وإلى جانب ذلك يعني الياس لحن كتير مقاطع بمسرحيات عديدة للأخوين الرحباني ولفيروز مقاطع سكتشات بين مثلا ملك بيترا أو بين بيترا والمربية المربي الأستاذ اللي بيعلم بيترا وبين ريبال اللي هو ناصر شمس الدين يعني في مقاطع كبيرة فيها مثل ديالوج بين كذا بطل بهالمسرحية كان مقاطع بلوك مثل ما هو من ألحان كمان الياس وأوقات الناس ما بتعرف هالشي. حنا السكران كان الزمن وكان في دكاني بالفي وبنيات وصبيان نيجي نلعب عالمي يبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان غني وتحزن. أشهر تعاون بين الياس الرحباني وفيروز بيبقى من دون شك حنا السكران، الأغنية اللي أعادوها عدة فنانين بصوت وبلغات مختلفة أيضاً، واللي يقال أنه شخصية حنا السكران مستوحاة من حنا عاصي والد الأخوين اللي كان من القبضيات واللي عزفه على البزق كان أول نغمة موسيقية تشربوها عاصي ومنصور. أمي يا ملاكي قصيدة سعيد عقل اللي رافق فيروز بكتير من الأعمال وكان رفيق الأخوين بمسيرتهم الطويلة، ولكن اللافت أنه هالأغنية قدمها صوت تاني غير فيروز بلحن آخر ولكن ما حصل على الرواج المطلوب بمرحلة كانت صارت فيها فيروز الرقم الصعب اللي لا يقارن ولا ينافس. أهواك 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 بلا أمل. زكي نصيف قدم لفيروز مجموعة كبيرة من الأعمال مثل بناديلك يا حبيبي، من يوم تغربنا، وعدروب الهوى، ولكن أشهر تعاوناتهم من دون شك أغنية أهواك بلا أمل. أهواك بالأصل مش إلها، يعني أهواك هي غنية مسلسل اسمه سقوط زهرة البيلسان بتغنيها ماري مراد أكابيلا دون موسيقى صراحة. يعني ما كتير حلو منه ما قال لفيروز هالشي بعد ما تسجل وصدرت، بس في تعاون قبل في لوحة غنائية طويلة اسمها هو وهي ريم طقان، قصيدة فدوى طقان، عمل يعني جدير بإعادة الاكتشاف ومش معروف لأنه من تعون الشارع الأدنى كما قلت. فمثل مع توفيق الباشا في موشحين سنة 54 ما بنعرفهم لأنه ما موجود التسجيلين. من عز النوم من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبق. لفيليمون وهبة مكانة خاصة بحياة فيروز، هو اللي غنت له أهم ألحانه اللي حملت البساطة والنغم الشرقي بالوقت نفسه. من أعمال فيليمون تختصر من عز النوم الجو الطرب البسيط اللي كان يقدمه. إديش كان في ناس إديش كان في ناس عالمفرق تنطرنا وتشتت الدنيا ويا حملوا شمسي وأنا بيا مسحوا ما حدا نطرنا. بتجسد هالأغنية العالم الرومانسي لزياد الرحباني اللي كتار بيتفاجأوا فيه نسبة لأعماله التانية، مع العلم أنه الأخوين شاركوا بتكملة هالأغنية اللي كان مبلش فيها زياد. كنت ملحنة وحدي بالبيت وملاقي لها كلام مش مكفي، يعني عامل بس المذهب منه اللي بيسميه الرفران، قديش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وأنا ما حدا نطرني بالآخر لحديتها وأنا بأيام صحوا مع هذا مثلاً. إجا بي قال لي بتاخد لك 250 ليرة بتعطينا إياها هدي نظبطها ونكفي لها كلامنا. إحنا قلت له لأنه أنا ما عم بيزبط معي غير هال موقف دارينا نطرونا كتير كتير
حرونا كتير كتير عموقف دارينا. هالأغنية أيضا من ألحان زياد الرحباني بمجموعة من الأغنيات اللي قدمها لوالدته هي وتحت جناح الأخوين، ولكن هالأغنية هي أيضا اختصار لبلد من الخيال رسم مواقع جغرافية صاروا جزء من الذاكرة اللبنانية، مثل موقف دارينا، جسر اللوزية، ميسريم وجبال الصوان، كلهم مناطق بعالم الحلم الرحباني. يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا أنا وياك صرنا اللصات الغريبة، يا أنا يا أنا أنا وياك وين سرقت مكاتبي. أدخل الأخوين رحباني فيروز للموسيقى الكلاسيكية العالمية أيضا، موسيقى موزار انتقلت للعالم العربي بصوت فيروز. كانوا يا حبيبي، كانوا يا حبيبي ثلج صهيل وخيل مرحبا بالليل مرحبا بالليل. بالبعض الموسيقى العالمي اللي رسموه الأخوين رحباني، موسيقى من حول العالم تعربت لتكون من أعدادهم. كانوا يا حبيبي من موسيقى الفولكلور الروسي بقطعة اسمها بوليوشكو بولي لليف نيبر. حبيتك بالصيف بأيام البرد وأيام الشتاء والرصيف بحيرة والشارع غريب. لأنه فيروز أصبحت بحد ذاتها بعد عالمي، انتقلت أغنية حبيتك بالصيف من الأرشيف الموسيقى العربي للموسيقى العالمية، وتم ترجمتها للغات أبرزها الفرنسية بأغنية كوبابل. حبيتك بالصيف حبيتك بالشتيف. حبيتك بالصيف طبعا يعيش يعيش 1970 واعتبرت بحدث، واعتبرت يعيش يعيش كانت لكل الأقلام تحكي عن فيروز جديدة وحدة، لأنه فيروز عم ترعد. يعني فيروز اللي تعودوا له بصوت كريستال بعدك على بالي هون عم ترعد بصوت. فكانت حبيتك بالصيف ايه أشهر أغنية سنة السبعين، كانت الهيت تبع يعيش يعيش هي حبيتك بالصيف. بيتي صغير بكندا، بيتي صغير بكندا ما بيعرف طريق وحدا، أرميد مغطى بالثلج وكل المال. ريما بنت فيروز أيضا شاركت برسم مسيرة والدتها. عام 2005 عربت ريما أغنية ماكابان أو كندا للين رونو لتكون بيتي صغير بكندا تبعا لطلب والدتها. كبرت ريما صار في بإصبعها خاتم، مبارح غنيتلك أنت وصغيري لتنامي، اليوم من بعد ما قريت شعرك حبيته وبكيني، اكتبي لي قصيدة لغنية. ريما نفسها اللي شاركت مع والدتها بدور أختها الصغيرة بفيلم بنت الحارس وقدمت لها يلا تنام ريما. يلا تنام ريما يلا يجي هالنوم يلا تحب الصلاة يلا تحب الصوم. هالأهزوجة اللي أعاد أعدادها الأخوين عمرها أكتر من 400 سنة، وبتقول الخبرية إنه بنت صغيرة خطفوها الغجر من بلدة مجدلية وما كانوا يلاقوا أهلها، وبعد سنوات وصل بياع العنب الجوال لمحل ما كانت البنت اللي عرفته وصارت تغني بالآرامية ما معناه قولوا لأمي وقولوا لبيي خطفوني الغجر، فنقل الرسالة لأهلها لاستعادتها. وهلينا دستك لكنك عيرينا تنغسل يا بريمة وننشر هنا على ياسمينة.
ومن عالم الطفولة أدخلت فيروز على الذاكرة الجامعية أغنية تك 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 يم سليمان اللي ضم فيلم بنت الحارس ليحول فيروز أيضاً رمز للطفولة. تك 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 يم سليمان تك 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 جوزك وان كان تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان تك تك يم سليمان تك 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 جوزك وان كان تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان. الأخوان رحبانة ما افترقوا بحياتهم ولو أنه بعض الأعمال كانت من صنع شخص دون الآخر. هالانصهار الفني بينهم صنع مجد، ولكن مع الوقت وعلى مر السنوات توضحت معالم كل واحد منهم والإضافة اللي كان يقدمها للتاني بالأعمال. وما في شك أنه زواج فيروز من عاصي جعله يخصص له مساحة من عاطفته وأعماله لإلها، بوقت كان منصور عم يرسم له مسارات مختلفة بالأعمال اللي حملت توقيعه. كان عاصي صعب كتير بالفن وقاسي ومهم كتير هالشي، لأني أنا بنت هالمرحلة القاسية. كل خطوة مشيت عليها جديدة بالنسبة للغنية كنت خايف أنا أعملها، لأني ما كان حس أني ما رح أنجح فيها. كان إصرار عاصي، هو كان شايف فيي وأنا ما أعرف كل الأدوار اللي عطاني إياها. أنا ما اخترت شيء باللي عملته، كان من اختياره وإصراره علي، وأنا خايف كتير وما جرب ما أقبل لما يقرر شيء كان يمشي فيه ما يهمه مواقفي. يعني سألوني الناس، سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي، ولا أول مرة ما منكم سوا. الأغنية المنارة اللي كانت إهداء من فيروز لعاصي بأول لحن من زياد الرحباني بفترة مرض عاصي الأولى، ومسرحية المحطة اللي غنت له فيها لأول مرة ما منكون سوا. كان عندك كم سنة ساعتها؟ 14 أو 15. طريق النحل. انتو هدايا ما نبقى نوقف على حدود السهل وعلى خط السما الزرقاء مرسوم طريق النحل. بأحدى مقابلات فيروز النادرة بالإذاعة سئلت عن الأغنية المفضلة عندها من كتابة زوجها عاصي، فكان جوابها من دون تردد طريق النحل. هالأغنية اللي كانت ضمن مسرحية ناطورة المفاتيح كانت موسيقتها تعبيرية بشكل أنه حتى التلوين الغنائي فيها بيشبه طريق النحل الدائري. أما الأغنية المفضلة لألم من كتابة منصور فجاوبت فيروز بالمقابلة نفسها لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدبي. لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدبي ورحت أحضنها بالخافق التعب. مع العلم أنه هالتفاصيل بيسرقها محبو فيروز من هالنوع من اللقاءات، بما أنه الأخوين ما كانوا يميزوا أعمالهم طوال حياتهم. المركز التربوي للبحوث والإنماء طلع كتاب مدرسي حاطط فيه قصيدة يلي هي لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدب، هي لمنصور. بس عرف منصور رفع دعوة على المركز أو حطين صورة منصور، قال لهم بتلغوا الطبعة، دعوة قانونية بتلغوا الطبعة بتشيلوا صورتي وبتحطوا القصيدة للأخوين رحبين. وكان عاصي فن ما يقبل أبدا إلا ما تكون القصيدة للأخوين رحبين. على مهلك. على مهلك يا با على مهلك، إبتامك عين ليل من ساعة
الغاب على مهلك قدامك عيد ليل السهر من جهلك والصبح بعيد. بألبوم إلى عاصي اللي نفذته فيروز مع زياد تكريماً لذكرى زوجة غنت لأول مرة على مهلك اللي كانت بالسابق بمسرحية بيع الخواتم بغناء الكورال فقط. على مهلك يا وعلى مهلك قدامك عيد ليل السهر بيندملك والصبح بعيد. وتم اختيار مجموعة من الأغنيات التانية من دون تبرير السبب، وممكن يكون حب عاصي لألون أو كونه هو اللي كتبهم بذاته مثل يا حجل صنين. هيلا يا واسع. من الأغنيات الأكثر شعبية وأيضاً الأصعب على صعيد الصوت لأنها بتتطلب مقدرة صوتية بالأداء والنفس. هيلا يا واسع هت ناس من ورق طبعاً وبتعيدها مرتين، يعني كانت تكررها بالحفل، يعني نظراً وهو شيء نادر إجمالاً بحفلة فيروز أنها تكرر أغنية، يعني تعيد على البيس، هذا شبه نادر، بس حققت نجاح طبعاً كبير كبير كبير. شالك رفرف. شالك رفرف بالحار عن ناس مشال هيدا لحلح طيار لهيدا الشال. أيضا من ألبوم إلى عاصي وأدتها فيروز بتوزيع زياد، مع العلم أنه كان وديع الصافي هو اللي أديها بالسابق بصوته. يا تراب عين طورة. الله الله يا تراب عين طورة يا نفى الغيب والصوح العين في منها لو فيه صورة يا حتى العيد والعيد بعيد. بأغنيات الأخوين وفيروز كتير من ريحة العيل اللي بحبوها، وتحديداً بأغنية يا تراب عين طورة المهدات لستن اللي كان إلها فضل كبير عليهم، وكانت أول من علمهم حفظ الزجل وحب الفن. عاصي المنصور كان عندهم ستن، يعني إما لسعدة، سعدة أم لعاصي المنصور، إما اسمها جيتا، كانوا يعيطوا لها غيتا من عنطورة المتن. ف إلا فضل كبير يغيط عليهم. ليه؟ لأنه لما كانوا صغار كانوا عاصي منصور بيهم كان عنده على فوار انترياس كان عنده قهوة، هني بالليل يروحوا، يعني بالنهار يخلصوا مدرستهم يروحوا يساعدوا بيهم يخدموا الزباين يشيلوا الصحون يشتغلوا، عم بيساعدوا بيهم كانوا صغار. جد ستهم غيطة تقعد تعلمهم أسجال وتخبرهم عن مخول، واحد اسمه مخول بالضيعة في عندهم فوق مظبوطة اللبس الشخصي فيما بعد منصور، وتعلمهم الزجل، كانت تروي كتير زجل، حبوا الزجل من خلال ستهم غيتا. فلما توفت كتير زعلوا عليها، وهي من عنطورة مثل ما قلت لك، كتبوا هالقطعة هاي. أنا لحبيبي. أنا حبيبي حبيبي لي يا عصفورة بيضة لما تسألي. بأغنيات الحب الكتير اللي قدمتها فيروز بعض الأغنيات ببساطتها بتختصر كل الحب. أنا لحبيبي اللي تقدمت بنسخة من الأخوين ونسخة أخرى مع زياد مثال على الحب الخالد اللي رسمه. لا أنت حبيبي. لا أنت حبيبي ولا ربينا سوا قصتنا الغريبة شلعها الهوى. أغنية الفراق والعتب والبعد اللي كان واضح قدي زياد بحبها لإعادتها موسيقيا بعدد كبير من حفلات فيروز وحفلاته قلو. شايف البحر شو كبير. شايف البحر شو كبير كبر البحر ب
بحبك شايف السماء شو بعيدي بعد السماء بحبك. هالعبارة من الأغنية أصبحت نوع من الغزل الشعبي بين أي شخصين. هالأغنية بشعرة تحديداً هي انعكاس لدخول الأخوين رحباني وفيروز على صلب الحياة اليومية وإرساء مفاهيم وتعابير خاصة فينا. فايق يا هوى، فايق يا هوى، لمكننا سوا والدمع سهرني وصفوني دوا دار الدوا حبك وفتش عالدوا. فيروز اللي تصورت كأيقونة بالمسرحيات ما ندرت نفسها إلا لبلدها، حملت بالأغنيات معاني مبطنة ومنحى جسدي وغرام كبير. ويمكن فايق يا هوى وتحديداً موال فايق عصهرة وكان في ليل وندي من أبرز تجليات الغزل الحسي بشعر الأخوين وأغنية فيروز. أمي نامت عبكير، هالأغنية من مسرحية بياع الخواتم اللي عادت وتصورت فيلم، هي بكل بساطة مراية مجتمع بفترة زمنية معينة كانت فيه البنت المغرومة تهرب من أمها وبيا لتروح تلاقي اللي بتحبه. الأغنية اللي طبعا تعتبر من الأشهر هي انعكاس لواقع المجتمع اللبناني المحافظ بهيداك الوقت. بين زمن الأخوين وزمن العبور باتجاه زياد الرحباني اللي شكل شخصية فنية فريدة بمفرده وبعيداً عن فيروز، تتوقف الأغنيات الباقية لتكتمل المسيرة والأسطورة. جزء كتير أساسي من حياة فيروز الفنية كان اعتباراً من عام 1979 لما كرست التعاون مع زياد الرحباني، وصارت الأعمال اللي يقدم لها إياها تتجه بهدوء لتقدم مدرسة فنية البعض بيسميها فيروزياد. زمن زياد الرحباني مع فيروز يمكن صدم كتار، ولكن مع الوقت الفتوا الأذن ورسمت من خلاله فيروز نمط جديد أضيف إلى أنماطها المختلفة مع الحفاظ على الناحية الأساسية من المدرسة الرحبانية. بعصر زياد كمان دخلت فيروز على مواضيع مختلفة وجريئة، البعض لام عليها، ولكن مع الوقت تلاشت الصدمة وما بقي من الكلام إلا الاقتناع أنه شو ما عملت فيروز له مساحة خاصة ومجد فني أكيد. وحدن بيبقوا، وحدن بيبقوا مثل زهر الفيلسوف، وحدهم بيعطفوا راه الزمان. اسم أول أسطوانة جمعت زياد بفيروز من دون الأخوين عام 79، ولكن هالأغنية إلى ظروف وقصة. أولاً فيروز منا أول مين قدم هالأغنية، إنما تقدمت قبل بصوت رونزا بفيلم نهلة بالعام نفسه. ثانياً بقيت القصيدة للشاعر طلال حيدر محط تساؤلات لفترة طويلة لينعرف مين هن اللي وحدن بيبقوا. الرواية الأكثر شيوعاً هي أنه هالقصيدة من وحي حادثة لثلاث فدائيين كان يشوفهم طلال حيدر كل يوم لحد ما قاموا بعملية كريات شمونة واستشهدوا. ولكن بالوقائع التاريخية تبين أنه القصيدة منشورة بملحق النهار الأدبي عام 66 بوقت صارت عملية الشباب الثلاثة عام 74، وبالتالي مش ممكن أنه القصيدة تكون قصتهم. عهدير البوسطة، عهدير البوسطة
أغنية سبق وتقدمت أيضا بصوت مختلف، هو صوت الراحل جوزيف صقر بمسرحية بالنسبة لبكرة شو لزياد الرحباني، قبل ما تعيد فيروز بصوتها مع إضافة موال موعود بعيونك أنا موعود ببدايتها. وأداء هالأغنية حصل بطلب من عاصر الرحباني نفسه. عودك رنان، عودك رنان رنت عودك إلي، عيدك كمان ضلك عيدي علي، سمعني العود علي. الأسطوانة الثانية بين زياد وفيروز رح تكون بعد سنوات بمنتصف الثمانينات، ورح تضم أغنية عودك رنان اللي تعتبر من أكثر أغنيات فيروز إيقاعاً وسرعة. وللمفارقة ما في بموسيقى أغنية عودك رنان أي عزف للعود. وأبعد من هيك رح تدخل الأغنية بجدلية كبيرة بعز الحرب. كيفك أنت؟ تذكر آخر مرة شفتك سنتا، تذكر وقتا آخر كلمة قلتا، وما عدت شفتك وهلأ شفتك، كيفك انت ملا انت. الصدمة الكبرى اللي أحدثتها فيروز مع زياد الرحباني بمسيرتها الفنية هالأغنية هي أكثر من مجرد عمل مختلف بجوه ومضمونه عن فيروز الأخوين، إنما شكلت لبعض الناس كسر للفترة السابقة، حتى أنه الانتقادات اللي لقيتها بسبب كلمة من لا أنت أدت لصدمة حقيقية. ومع مرور السنوات رح تصير كيفك أنت الحد الفاصل بين فيروز الأخوين وفيروز زياد من دون ما تأثر أي صورة على التانية. هيدا أنت يا ليلي، يا ليلي ليلي، يا ليلي يا ليلي، يا ليلي يا ليلي. هالأغنية لافتة جدا لأنه ما بتتضمن إلا عبارة يا ليلي. على مدى 7 دقايق بتقدم فيروز تلييل بمرافقة الموسيقى من دون أي كلام. زعلي طول أنا وياك، زعلي طول أنا وياك، وسنين بقيت جرب في هنا أنا إنسان ما قدرت أنسي. لقاء جديد بين جوزيف حرب وزياد الرحباني عن الفراق وشهوة اللقاء بأبعاد بسيطة إنما عميقة جدا من مدرسة البساطة بأرشيف زياد الرحباني. عندي ثقة فيك، عندي ثقة فيك، عندي أمل فيك وبكفي، شو بدك يعني أكتر بعد فيك. زياد أدخل فيروز على مدرسة موسيقية مختلفة إلى حد ما عن الأخوين، مع جو من الجاز والبلوز بيغلب ببعض الأحيان. ويقال إنه هالأغنية كانت هدية من زياد للممثلة كارمن لبوس اللي جمعته فيها علاقة لسنوات طويلة. مش كاين هيك تكون، كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي هيك تكون. كل مين استغرب فيروز بزمن زياد اعتمد بشكل أساسي على هالأغنية للتعبير عن رفضه هالجو الجديد. حتى فيروز بالأغنية بتقوم بعملية مفاضلة بين القديم والجديد بنفسها على مختلف الأصعدة. داء خلقي، داء خلقي يا صبي من هالجو العصبي، زياد ما رح يفصل فيروز بالكامل عن الجو الشرقي اللي تميز فيه بأغنيات سابقة مثل حبيتك تنسيت النوم. وداء خلقي من أهم الأعمال اللي بتحمل النغم الشرقي بأعماله لوالدته. ولكن زياد رسم نقطة تحول جديدة بمسيرة فيروز
مع لا والله. كلمي كلمي يا حبيبي تفهم عليك، او فتش عن غيري بيفهم اذا رح تبقى هيك. هالاغنية فيها كل التعابير والعبارات اللي ما حدا بيتخيل انه تغنيهم فيروز بإطار فكاهي احيانا. ولك بس هو هيك وين بعلم العقل كبير، مش سمو همو غمو زمو قبح وتشهير. الاغنية اللي بتضم عدة رسائل ومعاني تشبه لأقصى الحدود أي سجال على لبناني بكل مضامينه. بذكر بالخريف، بتذكرك كل ما تجي لتغيب، وجهك بذكر بالخريف. هالأغنية هي النسخة المعربة لأغنية Autumn Leaves أو Les Feuilles Mortes. خبرني بعدك بتحب، ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف. علما انه بالسابق قدمتها فيروز بكلام مختلف، انما زياد اعاد بألبوم ولا كيف، مع العلم انه عبارة ولا كيف هي عبارة بالاغنية ومش عنوانها. ايه في امل، في امل، ايه في امل، أوقات بيطلع من ملل، وأوقات بيرجع من شي حنين لحظة تيخفف زعل. آخر ألبومات فيروز مع زياد اللي رح يحمل هالاسم، الأغنية اللي موسيقتها فالس رح يصير عنوانها محط كلام وعنوان للأمل المستمر بصوت فيروز. ما شاورت حالي، حبيت ما حبيت ما شاور حالي، وبيدق باب البيت مية مرة بالي، وبحس اني بروح او ما بروح عالتبعيد، رايحة جاي بالبيت طوشني خلخالي. هالأغنية اللي سبق وقدمتها فيروز بحفلات بالسابق صدرت رسميا بألبوم في أمل، واللي حملت موضوع قليل تيتغنى او يتناقش، وهو البنت اللي ما تجوزت ولسان حالة يا ديعانا. تختلف النظرة للحظة اللي تحولت فيها فيروز من فنانة لأيقونة. البعض بيعتبر أنه هالتحول صار بمسيرتها المسرحية ووقفاتها على دراج بعلبك بموعد دايم مع الليالي اللبنانية، والبعض بيشوف أنه هالتحول كان أساسي لمجرد أنها رفضت تكون فنانة لطرف أو شخص، إنما نجمة على المسارح العالمية للناس وبس، وصوت بيخرق صوت الحرب ولو خلتها الحرب تغيب بمحطات أساسية. ولكن صورة فيروز العائدة بعد انتهاء الحرب بالأبيض على وسط بيروت ومن دون رعاية رسمية، وبمجرد أنها عم تحمل وطنها وتغني له سنرجع يوما، هي الصورة الأصدق للأيقونة اللي فرضت بعزلتها مجد مضاعف وسلام بالصوت بعده لليوم ما اكتفى لبنان منه. كان يا ما كان، حبيتك وغنيت صوتي نادرت الله عاكل تل وبيت قصة كتبت لك. ممكن اعتبار هالأغنية ميثاق الشرف اللي قطعته فيروز مع وطنه، لكونه أول اعتراف بانتماء لإله فنيا. الندر عاد وتكرر بأغنية وعدي إلك والحوارية مع فخر الدين، ولكن وردة الوردات هي الندر الأول اللي رح يرسخ فيروز أيقونة لبنان. المصالحة، يا ابو صالح أنا جاي لحالي، تقول الحكي بصوت عالي خالي، وانت شغلتكن غميقة كل ما بتسهروا بيحصل قتالي. مشهدية غنائية مع وديع الصافي ونصر شمس الدين من قصيدة حب اللي تقدمت عام 74. بترسخ فيروز قاضي الصلح والإيد الممدودة لما تصالح شيخ نصري وخالة
أبو صالح. فيروز بهالأغنية أكثر من مجرد مغنية، هي انعكاس لرمز الوفاق. وقفت فيروز على دراج بعلبك، رجعت كل المجد اللي رسمته على دراج القلعة، تصار صوتها العمود السابع المرفوع على حجار التاريخ. لتقول منك هون، لتقول منك هون، بعدوا عالدراج خيانك، بعدك طايرة فيك الدنيا، بعلبك أنا جمع العلاقة بين فيروز وبعلبك. ربطتها فيروز بعلاقة حب بتجمعها مع القلعة والمدينة، تصار قلبها يتعب كل ما يبعد عن دراجة. يا قلبي لا تتعب قلبك، وبحبك على طول بحبك، بتروح كتير وتغيب كتير وترجع عدراجة بعلبك. يا قلبي عام 98 أيضا آخر تعاون لفيروز مع منصور الرحباني بأغنية آخر مرة غنيت لك. آخر مرة غنيت لك كنا بالصيف، واليوم رجعنا التقينا والدنيا صيف. وبهالأغنية استعادة لأغنية لبنان الأخضر، لتربط الماضي بالحاضر على الدراج ذاتها اللي كل شي تغير من حولها إلا التاريخ وفيروز. هيدي الأغنية اللي انعملت تحضيرا للقاء المنتظر كان بين منصور وفيروز، وعودة سبدك نوع من التريلوجي لبعض المسرحية اللي انعملت، وكان رائع الحضور والنجاح. أغنية آخر مرة غنيت لك هي نوع إنه هن كيف قرروا، كيف رسموا لونه، كيف رسموا بلدهم. أنا بدي أعمر وطني مثل ما بدي، وجع السهل الواسع والسما حدي. هيك غنت فيروز، هيك كل الأيام اللي انعاشت مع بعضهم هيك قرروا يرسموا وطنهم. يا وطني يا حبيبي رح ترجع أخضر، أنا يلي سميتك، أنا يلي سميتك لبنان الأخضر، لبنان الأخضر، ترجع ذكرى. ترجع ذكرى يا حبيبي عن عاصي ومنصور. بعد رحيل منصور وبعز الكلام عن الخلاف بين الأبناء، شكلت أغنية بترجع ذكرى الرد الأول والأخير من فيروز من دون ما تغني فيها شيء. يبقى اسم قد الساحة عم يمحى، يبقى اسم يا حبيبي عم يمحى. أنا صار لازم ودعكم خبركن عني، أنا كل نصة لو منكن ما كنت بغني. وكل مجد له قصة بتبقى بالتاريخ، وتاريخ فيروز ابتدعت له أغنية وداع بمعظم الحفلات، أصبحت مرادف لأمل اللقاء الجديد، اللقاء اللي ما إله وداع
ولا بيعرف فراق. بكرة شعبو أفناده إذا مش بكرة البعض أكيد انت حضوري وأنا بسمعكم حتى لو الصوت بعيد حتى لو الصوت بعيد حتى لو الصوت بعيد. سيدة فيروز اللي من أول إطلالة لإلها على دراج بعلبك غنت لبنان يا أخضر حلو، وبآخر إطلالة لإلها على دراج القلعة رجعت تتغنى بلبنان الأخضر، صارت بقيمة وطن بذاته، وطن الصوت والحب والنغم ورمز السلام بكل صوره. كتير الأشياء اللي بتنقال عن السيدة فيروز، ولكن بتضل قليلة على قيمة فنية هي بركة زمن عطى لبنان مين يحمله بصوته. يوم اللي سماها الراحل سعيد عقل سفيرتنا إلى النجوم، رد أنسي الحاج بإن سفيرة النجوم إلينا. فيروز من عالم آخر ما بيشبه إلا لبنان اللي رسمته وغنته، وبتبقى أجمل رواية عن 100 سنة رجعوا المغترب وأرسوا السلام وعملوا من هالوطن غنية اسمها لبنان. تصبحوا على خير.